السلام عليكم يا مرحبا بالجميع، يلا حيهم اليوم جايب لكم اوفر ووتش توب 10 زي ما وعدتكم يا شباب. خلاص قررت انه يكون توب 10، ما راح يكون توب 5 او لقطات مشتركه. عموما قبل نبدا يا شباب بعتذر لكم اعتذارين. الاعتذار الاول اني تاخرت عن التوب، وهذا شيء خارج عن ارادتي يعني من جد، لانه يبغى مونتاج ويبغى لي انزل مقاطع غير التوب كذا، فتقروشت من هذه الناحيه. الشيء الثاني شباب كثير ارسلوا لي لقطاتهم يا شباب، و صار شيء غير متوقع اني حفظتها كلها في مكان واحد، وقال قرص ممتلئ وما ادري ايش، وقلت خلني احذف مقاطع اللي يعني مو بمره لقطات كويسه عرفتوا، فحذفت مقاطع كويسه ومقاطع ما هي كويسه، فبقت منها لقطات عرفتوا كيف، والحمد لله اللقطات يعني الحمد لله جيده. لكن ما اقدر في التوب الجاي اني اشوف اللقطات هذه، فعشان كذا اتمنى ترسلون لي لقطاتكم من جديد على الايميل بس عرفتوا، ما راح استقبل الاشياء الثانيه لان صراحه صارت لي قروشه واشياء صعب عرفتوا كيف، فراح استقبل بس على الايميل. على العموم يلا نبدا التوب 10 وان شاء الله عاد يعجبكم. اوكي بالمركز العاشر معنا عبود 7952 اظن اسمه كذا، فنشوف وش يسوي ديفا. طبعا كان معه الالت، يفك الالت عند البوينت بي او الاوبجكت بي ويشيل كم؟ يشيل خمسه يا عيني، لقطه تستحق انك تكون معنا المركز العاشر. بالمركز التاسع معنا مايسترو اكس كي اس اي، طبعا التاسع والعاشر يستحقون، التاسع والعاشر عموما يلعب بديفا ومعها الالت بالاكس بوكس اظن، عموما يفك الالت فوق ويشيل خمسه من نفس خوينا اللي قبل. بالمركز الثامن معنا اتس يو اي اي اظن اسمه زي كذا، عموما كان يلعب شخصيه جنجي ومعها الالت، يجي غدره ويفك عليهم ويقتل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، يشيلها بفرح تستحق اللقطة الثامنة. في المركز السابع معنا مين؟ معنا مستر مصعب، كان يلعب شخصية هانزو. طبعا نشوف وش سوى مستر مصعب. معه الالت فك، كم جاب بالالت؟ جاب الاول والثاني والثالث ويبغى يكملها، يروح ويفتح سكتر ويشيل سولجر ويجي هانزو ويعطيه هيد خمسة، كفو يا مستر مصعب. في المركز السادس معنا مين؟ معنا فيصل 34 شيكسو، طبعا ما اقدر اجيب اللقطة الا عشانه معي. عموما يقطع من الهياط، كان يلعب شخصية راين هارت في ماب ليجانج تاور اظن او ليجانج تاور. عموما زاريا جمعتهم ويفك الالت ويطيح خمسة ويقتلهم بشخطة واحدة، خمسة قتلهم بشخطة واحدة يعني شخطة راين هارت، كفو يا فيصل. بالمركز الخامس معنا محمد كي اس اي 292، عموما كان يلعب في ماب بروسكايا اظن، عموما قتل الاول والثاني والثالث بالالت ويسحب دوسيو ويقتل الرابع بجنكرات يضغط التوب ويقتل الخامس، كفو يا محمد. في المركز الرابع معنا مين؟ معنا يويو 1177 اظن، عموما كان يلعب بشخصية جنجي حبيب الملايين، نشوف ايش سوى يويو. اول شيء كان معه الالت وزاري جمعتهم، فك الالت قتل ميرسي وقتل اربعه بعد واحد اسيست، شخط الريبر لكن الريبر تحول ريث، بعد ما خلص الريبر ريث شخطه ومعه بعد الشخط ال1 ويقتل سته، قتل سته كفو تستحق والله يا يوم. بالمركز الثالث معنا اي كوزكس كيو 8، كان يلعب بشخصيه ديفا، نشوف وش يسوي. اول شيء قتل الريد هوج، حول ورا شاف لوسيو وينستون قتلهم كلهم، ومعه الت يفك الالت سريع سريع وهو ما يدري وش السالفه ويشيل ثلاثه ويصير تيم كيل، الله عليك يا كوزكس. بالمركز الثاني معنا زير 911 سالم، نشوف ايش سوى سالم، كان يلعب شخصيه كينجي معه الالت، يفك الالت يقتل الاول والثاني والثالث والرابع ويروح لزنياته يقتل الخامس، باقي واحد وين جيب تيم كيل؟ ويقتل باتشن الزابن يجيب تيم كيل، الله عليك الزير. بالمركز الاول معنا اي ملكي 47، شوف ايش يسوي، كان يلعب بشخصية فرح، عموما جمعتهم زاري، قتل الاول والثاني والثالث والرابع، حس انه في واحد طلق وراه حول عليه، جت زاري قدامه بعدها ويقتل السادس ويجيب تيم كل، الله عليك يا ملكي. وبكذا يا شباب نكون خلصنا مقطعنا اليوم، اتمنى المقطع عجبكم ونال عرضاكم. طبعا يا شباب كل هذه التقايم من تقايمي يعني ما هي من احد غيري، فممكن اني اخطئ اكيد وكلن يخطئ طبعا. اكتبوا لي بالكومنت انتوا يعني مين يستحق الاول والثاني والثالث والرابع،
طبعا لا احد يجيني يقول عشان اخويك خليت الاول ولا كذا، لا والله العظيم انا ما افكر بهذا الشيء. فانتوا عاد اكتبوا لي وانا بشوف ارائكم شيء زي كذا عشان يمكن اطور من نفسي بعدين. بالنسبه للي يقول لي محمد كيف اقدر اصور لقطتي، هذا الفيديو اللي تشوفه قدامك اضغط على الرابط تحت او اضغط على الفيديو اذا انت من البي سي، اضغط على الفيديو بيعلمك كيف تصور لقطتك من البلاي ستيشن. واللي بيقول وين ارسل لقطتي، ارسلها لقطتك على الايميل او على التويتر. فبشوف هانا ان شاء الله، وان شاء الله تطلع معنا بالتوب الجاي. طبعا يا شباب لا تحاولون تكثرون من ديفا لانه والله عندي لقطات ديفا كثيره. فبس شباب هذا كان كل اللي عندي، السلام عليكم.